ثقيلة جدا قالها الله يرحمه عمر بهاء الدين الأميري. الله. قصيدة اسمها مسكنهم في القلب. الله. عن الأطفال. عن الأطفال. يتكلم عن إيش؟ عن إنه مثلا هو كان مثلا في عنده الأطفال معه ورجعوا لأمهم أو زي كده أو ديارهم. ديارهم. كان في غربة يتصوب يعني بيوصف بعدهم البيت كيف يكون الفراق فراق الطفل ايوه وكيف البيت الله ويوصف شقاوة الأطفال يا سلام أعطنا أعطنا يا أبو أمتعنا يا أبو يقول أين الضجيج العذب والطرب أين الضجيج العذب والشغب أين التدارس شابه اللعب أين التضاحك أين التضاحك أين الطفولة في توقدها أين الدمى في الأرض والكتب أين التشاكس دون ما غرض أين التشاكي ما له سبب أين التباكي والتضاحك في وقت معا والحزن والطرب أين التسابق في مجاورتي والقرب مني حيثما انقلبوا الله السلام يتوجهون يتزاحمون على مجالستي والقرب مني حيثما انقلبوا يتوجهون بسوق فطرتهم نحوي إذا رهبوا وإن رغبوا يا سلام فنشيدهم بابا إذا فرحوا ووعيدهم بابا إذا غضبوا وهتافهم بابا إذا ابتعدوا ونجيهم بابا إذا اقتربوا بالأمس كانوا ملء منزلنا واليوم ويح اليوم قد ذهبوا الله والسلام وكأنما الصمت الذي هبطت أثقاله في الدار إذ غربوا إغفاءة المحموم هدأتها فيها يشع الهم والتعب والتعب ذهبوا أجل ذهبوا ومسكنهم في القلب ما شطوا وما قربوا الله إني أراهم أينما التفتت نفسي وقد سكنوا وقد وثبوا وأحس في خلدي تلاعبهم في الدار ليس ينالهم نصب وبريق أعينهم إذا ظفروا ودموع حرقتهم إذا غلبوا الله في كل ركن منهم أثر وبكل زاوية لهم صخب يا سلام في النافذات زجاجها حطموا في الحائط المدهون قد ثقبوا في الصحن في الباب قد كسروا مزالجه وعليه قد رسموا وقد كتبوا في الصحن فيه بعض ما أكلوا في علبة الحلوى التي نهبوا في الصحن في الشطر من تفاحة قضموا في فضلة الماء التي سكبوا في الصحن فيه بعض ما أكلوا في فضل في فضل في فضلة الماء التي سكبوا إني أراهم حيثما اتجهت عيني كأسراب القطى سربوا بالأمس في قرنايل نزلوا أظنها مدينة في المغرب بالأمس في قرنايل نزلوا واليوم قد ضمتهم حلبوا دمع الذي كتمته جلدا لما تباكوا عندما ركبوا حتى إذا ساروا وقد نزعوا من أضلعي قلبا بهم يجب الله ألفيتني كالطفل عاطفة وإذا به كالغيث ينسكب قد يعجب العذال من رجل يبكي ولو لم أبكي فالعجب نعم يا الله نعم ها نعم قد يعجب العذال من رجل يبكي وقد وإن لم أبكي فالعجب نعم هيهات ما كل البكاء خور إني وبي عزم الرجال أبو